بعد خساره فريق الزمالك لسوبر امام الاهلي، كان عنده معسكر شان بطوله عربيه، كان بيستعد لفرق بطوله عربيه. مره واحده حصل اعتذار عن البطوله، ثم انباء عن حدوث ازمه قويه بين احمد مرتضى والمدرب السابق واعضاء الفريق. ايه اسباب المشكله دي؟ لا، هو البطوله اللي احنا خسرنا السوبر بتاع 23 دوت، كنا فكان برضو كان ساعتها برضو كان معانا كابتن شريف الشمالي، وبعد كده كابتن عاشور هو تولى المهمه برضو، يعني الجهاز الفني اتغير فخسرنا السوبر، والمفروض ان احنا كنا نخش البطوله العربيه. ف يعني معظم الناس في الفرقه، الناس الكبيره والجهاز، شايف ان احنا يعني مش جاهزين ان احنا نخش البطوله العربيه. كنا شايفين احنا نقفل على نفسنا احسن ونتمرن، وعشان كان عندنا دوري وكاس وكان في افريقيا برضو. ف ساعتها كان استاذ احمد مرتضى كان عايز ان احنا نشارك البطوله، والناس في الفرقه والجهاز الفني شايف ان احنا لا يعني نقفل على نفسنا احسن ونتمرن. وبالتالي يعني وفعلا احنا حصل الصح، احنا خدنا الدوري والكاس، وبعد كده رحنا افريقيا اللي احنا خسرناه من بوسالم دايم، بس احنا خدنا اللي هو كسبنا البطولتين اللي هم الاهم في الموسم، يعني خدنا الدوري والكاس. وكان هو بس ده الخلاف يعني، وطبعا بجانب الخلافات اللي هي بتبقى الماديه برضو، ان الفرقه عايزه بيبقى متاخر لها مستحقات، الناس بتطالب بحقوقها، النادي مثلا ما بيبقاش فيه فلوس او الدنيا بتدور بشكل مش كويس، فاللعيب برضو بيبقى عايز يعني حاجه اللي هي ايه تحسسه يعني اللي هو يعرف يمشي حاله برضو. فهي دي بس كانت الخلاف يعني. في اخبار دارت ان فريق الطايره قدم شكوى لمجلس الاداره ضد احمد مرتضى طالب بابعاده عن فريق الطايره والاعتراف عنهم، صح ولا غلط؟ لا، هو حصل فعلا، وساعتها الفرقه طلعت مع المستشار مرتضى منصور، اللي احنا يعني ناس كانت زعلانه من الاسلوب، من الطريقه اللي هو اتكلم بيها مع الفرقه، يعني عشان ما كانش صح ان هو يتكلم كده مع الفرقه. بس وساعتها الفرقه طلعت لمستشار مرتضى منصور شرحت له الموقف اللي حصل، وكنا رافضين يعني التعامل بالاسلوب دوت يعني مش اكتر. لما يستجاب بقى لمطلب الفرقه ثم ابعاد، ساعتها هو ده من الاستجاب. وبعد كده بعديها بكام يوم استاذ احمد مرتضى جه واتكلم معانا تاني في الفرقه واعتذر لنا على اللي حصل، وان هو يعني كان بيمر بضغوطات وكده، فهي دي بس اللي خليته ينفعل علينا. وبعد كده خلاص يعني الموضوع عدى، يعني قبلنا اعتذاره والموضوع عدى. بس ساعتها بقى هو ساعتها المجلس اتحل ومشي، وبعديها بيومين يعني بعديها فتره قصيره جدا المجلس كله اتحل بالظبط.